موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغلاهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال ابن كثير رحمه الله. قال الحمي في موازيه: حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذني قومي فقالوا: انك امرؤ شاعر، فان شئت ان تعتذر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: كان ممن تخلف من المنافقين. الحديث الذي هو في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. لو كان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن، منهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس بن سعيد بن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حجره. فلما نزل القرآن وذكره الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. قال: فسمعه عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي، وأحسنهم عندي بلاء، أعزهم على أن يصله شيء يكرهه. ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني، ولا أحدهما أهون علي من الأخرى. معنى إنك أحسنهم عندي بلاء، يعني أنت أحسنت إلي، مثل قوله تعالى عن بني إسرائيل: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فإحسان البلاء يطلق أحيانا على إحسان النعمة، يعني وأنه أحسن إليه في تربيته ونحو ذلك. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس، فلما بلغ ذلك الجلاس خرج يا النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال عمير بن سعد: ولقد كذب علي. أنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته، ونزع فأحسن النزوع. هكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به، وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه لا من كلام كعب بن مالك، لأن قصة كعب مشهورة في الصحيحين وليس فيها هذه الإضافة، كما أن هذا الإسناد فيه عنعنة النسحق. هذا سبب آخر أو أشخاص آخرون ممن قيل إن الآية
نزلت فيهم. الأول يعني أول من روي عنه ذلك هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، والثاني رجل من المنافقين دون تسمية، وذلك في البخاري، والثالث الجلاس، وهو مروي من عدة جهات عن اختلاف في تسمية ابن امرأته. قال الرواية الجاية في تسمية ابن امرأته مصعب وليس عمير. قال ابن كثير وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية في الجلاس ابن سويد بن الصمت، أقبل هو وابن امرأته مصعب من قباء، فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمورنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، خفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئتي، خفت أن ينزل في القرآن أي إن لم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخلط بخطيئته، يعني أعاقب عليها معه لأني سمعت وسكت. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء، فقال كذا وكذا، ولولا مخافة أن أخلط بخطيئته أو تصيبني قارعة ما أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: يا جلاس، أقلت الذي قاله مصعب؟ حلف. فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذا أيضا مرسل. وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجلاس بن سويد بن الصامت، فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمير بن سعيد، فأنكرها فحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة، فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموا. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا. الآية. قال: وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة، أو أنا أسوقه وعمار يقوده، حتى إذا كنا بالعقبة، العقبة يعني مكان بين جبلين، فإذا أنا باثني عشر راكبا
قد اعترضوه فيها. يعني 12 راكبا، المكان الضيق اللي بين الجبلين، معترضين الطريق. قال: فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فصرخ بهم فولوا مدبرين. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله، قد كانوا ملثمين، قد كانوا متلثمين، ولكننا قد عرفنا الركاب، يعني الإبل، الرواحل. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. أعوذ بالله. وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. يعني أرادوا أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين الجبلين فيسقط، يتردى. قلنا: يا رسول الله، أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا: يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. وهذه واقعة أخرى، هموا بما لم ينالوا، أي بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسقاطه. إلا أن هذا الإسناد أيضا في محمد بن إسحاق قد عنعنه. وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذني العقبة فلا يأخذها. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يسوق ده يعني يعني من الخلف. فأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد اكتفي. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من العقبة، هو المكان اللي بين الجبلين المرتفع اللي ممكن يحصل منه سقوط. فلما هبط نزل ورجع عمار، فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ يعني لما هبط من العقبة نزل من بعيره، فقال: هل عرفت القوم؟ قال: قد عرفت عامة الرواحل، والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوا. قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست كذلك،
دون كلمة سارة دي فيها تصحيف. فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسد عن عروة بن الزبير نحو هذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي، وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة، فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون، فأرادوا سلوك العقبة، فأطلع الله على مرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر حذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين، وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وعمارا بأسمائهم وما كانوا هموا به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهما أن يكتما عليهما. وكذا روى يونس عن ابن بكير عن ابن إسحاق، إلا أنه سمى جماعة منهم. الرواية الصحيحة ليس فيها تسمية لأحد، ولذلك لم يبنى عليه حكم، لأنه لا بد من البينات كما ذكرنا. والرسول صلى الله عليه وسلم لو أخذ هؤلاء المنافقين بما أسروا دون أن تظهر بينات حصل ما يخشى منه من أن يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأما إذا أظهر المنافقون نفاقهم فلن يتكلم الناس ذلك، وإنما يقولون أخذوا بما أجرموا وبما فعلوا وبما قالوا. ولذلك شرع قتال الخوارج لما أظهروا بدعتهم مع أن رؤوسهم من المنافقين خلص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.